يسعدنا في مركز التميز للتوحد حضوركم لسلسلة المحاضرات المقدمة عن طريق مركز التميز للتوحد عبر تطبيق زوم. معكم الدكتورة رفيف السدراني، رئيس قسم المحتوى والتوعية في مركز التميز للتوحد. تقدم لنا اليوم الأستاذة آية سندي محاضرة بعنوان مقدمة في التواصل البديل أو المعزز. أستاذة آية سندي، السلام عليكم جميعاً. مرحبا. وعليكم السلام أستاذة آية. أهلا حبيبتي، كيف حالك؟ والله تمام، أنت إن شاء الله بخير؟ والله الحمد لله كويسة. إذا سمحتين أستاذة آية تشاركين العرض على الشاشة. أيوة حاضر. ثواني. أوكي، واضح؟ ممتاز، واضح الحضور، الله يعافيكم، واضح صوت الأستاذة آية سندي والعرض، واضح، الله يعافيك، تفضل أستاذة آية. طيب، السلام عليكم جميعا وأهلين فيكم كلكم في محاضرتنا اليوم، وهي عبارة عن مقدمة في التواصل المعزز والبديل. إن شاء الله تكون مثرية وتجاوب على كثير من أسئلتكم. محاور المحاضرة الآتي: ما هو التواصل المعزز والبديل؟ إيش أنواعه؟ ومين يستفيد من استخدام التواصل المعزز والبديل؟ وحقائق مهمة قائمة على الممارسات المبنية على الأدلة. رقم 5، لماذا نتواصل؟ وآخر شيء، تصميم لوحة التواصل اللي لو شافوها عندنا في المركز نستخدمها الآن مع الطلاب. طيب، أول شيء، ما هو التواصل المعزز والبديل؟ ويعرف أيضاً بـ AAC، هو أي استراتيجية أو تقنية أو أداة تعزز أو تقوي أو تكمل أو تحل محل قدرات التواصل للشخص، ويشمل ويشمل كل طريقة نشارك بها أفكارنا ومشاعرنا بغير النطق بالكلمات. أوكي، معلش أنا ماني قادر أشوف الأسئلة، بس هطلع عليها بعد ما أخلص المحاضرة، حيكون في وقت للأسئلة، لأنه أظن لو ضغط عليها هتخرجني من الباوربوينت. أوكي، إيش الاستراتيجيات لحل تحديات التواصل؟ الحين كلنا نستخدم هذه الاستراتيجيات عشان نعزز تواصلنا، مو بس باللفظ. فالأمثلة هي اللغة اللفظية، which is هذا الكلام العادي اللي كلنا نعرفه. غير كده عندنا اللغة المكتوبة، فكروا في الرسائل النصية، في الإيميلات، هذه كلها برضو نوع من أنواع التواصل. غير كده في لغة الإشارة ولغة الجسد، وعندنا تعابير الوجه والتواصل البصري واللمس والإيماءات. زميلة لي أعطتنا مثال جدا جميل على الإيماءات، إنه كيف التواصل مهم ويتم عن طريق الإيماءات، وإحنا نستخدمه طول الوقت. تخيلوا مثلا تكونوا على التليفون وجاكم أحد يكلمكم، ما حتأشر إنه دقيقة كذا بيدكم أو تأشر إنه هناك لو جاوبوا على السؤال. فإحنا دائما دائما نستخدم الإيماءات في تواصلنا. غير كذا ممكن نستخدم الصور. وآخر شيء اللي هي الأجهزة المعززة والبديلة أو الأجهزة المخصصة لإنتاج الصوت، وهي اللي حنتكلم عنها اليوم بإذن الله. أتمنى هذه الرسالة توصل لكل أحد. غير ناطق لا يعني ذلك أنه ليس لدي ما أقوله، ذلك يعني أنك ستحتاج إلى الاستماع إلي بأكثر من مجرد أذنيك. الطفل أو الشخص الغير ناطق مو يعني ما عنده لغة في راسه، أو مو يعني ما يبغى يعبر، لكن النطق مجرد وسيلة، زيه زي الكتابة كرسالة نصية، زيه زي الإيماءات، النطق مجرد وسيلة لإخراج اللغة. فلازم إحنا نحط يعني الأفرت أو نحط على يعني أوكي سوري، فإحنا لازم نركز ونحاول نستمع لهذول الأشخاص أكثر عشان نفهم الرسائل اللي بيحاولوا يرسلوا لنا إياها. أوكي، أنواع التواصل المعزز والبديل. في 4 أنواع: في طبيعية زي لغة الإشارة، عندكم الإيماءات، التواصل البصري، لغة الجسد، هذه كلها تعتبر أنواع تواصل معززة وبديلة طبيعية.
غير كذا في منخفضة التقنية مثل لوحة التواصل اللي لو شفتوها عندنا بالمركز، هذه تكون غالباً معتمدة على الأوراق، يعني ما في أي نوع من التكنولوجيا فيها. بعد كده متوسطة التقنية مثل السويتش، فهذا الشخص يضغط عليها ويطلع جملة ولا كلمة، يكون محدود جداً ما يطلع كميات كبيرة من الرسائل والمسجات. وآخر شيء عندنا عالية التقنية اللي هي الأجهزة اللي من تضغط عليها يطلع الكلام، سواء كانت على الآيباد سواء كان جهاز مخصص، تعتبر هذه عالية التقنية. استخدام التواصل المعزز والبديل حيزيد من اعتماد الشخص على نفسه وحيقلل من السلوكيات الغير مرغوبة بإذن الله. طيب مين يستفيد من استخدام التواصل المعزز والبديل؟ أي شخص ما يقدر يلبي احتياجات تواصله الخاصة بطريقة مستقلة عن طريق النطق والكلام. يعني لو الشخص مو قادر يوصل كل اللي يبغاه من أفكار، من مشاعر، من أي شيء عن طريق نطق وكلام، حيحتاج تواصل معزز وبديل. فعندنا مثال الأشخاص غير الناطقين، عندنا الأشخاص الذين يصعب فهمهم، وأمثل على ذلك اللي يكون عندهم مشاكل في النطق، الفونولوجية، والكبار في السن لما تجيهم جلطات أحيانا يصيروا ما يقدروا وكلامهم يكون مو واضح، فهذولا برضو يحتاجوا تواصل معزز وبديل. غير كده الأشخاص الذين يتحدثون باستخدام كلمة أو كلمتين فقط، ليه؟ لأنه كلمة أو كلمتين ما تكفي أنك تعبر عن كل شيء في بالك فيهم. وآخر شيء الأشخاص الذين يستخدمون المصادقة. أوكي، حقائق مهمة قائمة على الممارسات المبنية على الأدلة، وهذا الجزء مرة 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 مهم. أوكي، وجدت الدراسات أن استخدام التواصل المعزز والبديل أول شيء يدعم تطور الكلام اللفظي اللي هو النطق. في دراسات كثيرة وتم توثيق هذه المعلومة خلال دراسات بحثية كثيرة. مثال أنه في دراسة صارت في 2014 على الأشخاص من ذوي التوحد، كانوا يستخدموا كلمات مع عدد كلمات قليل ومحدود. وجدت الدراسة أنه التدخل اللي يستخدموا فيه أجهزة التواصل معززة وبديلة منتجة للصوت زاد فيها عدد الكلمات وعدد الألفاظ وعدد الجمل اللي أنتجها الأشخاص عن الفئة المقارنة بهم اللي هم ما استخدموا الأجهزة المعززة والبديلة. الشيء الثاني، وجدت الدراسات إنه الأجهزة التواصل المعززة والبديلة تبني المهارات اللغوية. وجد أنها تحسن فهم المفردات، وبرضو زيادة عدد الكلمات في الجمل والانتقال من الجمل البسيطة. يعني بدل ما الطفل يقول أبغى بسكوت، يقدر يقول جملة أكثر تعقيداً فيقول أبغى بسكوت كبير عشان اشتغلت بجهد اليوم. فجداً مهم التواصل المعزز والبديل. أوكي. لا توجد متطلبات إدراكية أو عقلية مسبقة لاستخدام التواصل المعزز والبديل، وهذا برضو قائم على كثير أبحاث. ووجدوا أنه حتى الأشخاص اللي لديهم إعاقات ذهنية كبيرة وشديدة جدا يقدروا يستخدموا أجهزة التواصل المعززة والبديلة، لكن صح هيحتاجوا دعم أكبر أكيد، ويحتاجوا استخدام مستمر عشان يكتسبوا هذه المهارة. بعد كده التواصل البصري ليس شرطاً مسبقاً للاستخدام الناجح للتواصل المعزز والبديل، وهو شيء نادراً ما نعطيه الأولوية. في الواقع كثير من الناس اللي عندهم ضعف في التواصل البصري يفعلون ذلك كوسيلة للتعامل مع نظام المعالجة الحسية المضطرب. يعني ممكن يكونوا يقدروا يعني يستمعوا لك ويفهموا إيش تقول بشكل أفضل لما ما يعملوا تواصل بصري أو ما يطالعوا في عينك. يتعلم الأشخاص استخدام التواصل المعزز والبديل بشكل أفضل عندما يستخدمه الآخرون للتحدث معهم، وهذه الطريقة تشبه لما تتعلم لغة أجنبية. كلنا نتعلم اللغة الجديدة بسهولة أكبر إذا كان مدرسونا ومعالجونا وأصدقائنا وعائلاتنا يتحدثون بهذه اللغة.
يعني يقولوا لك دائما لو حتروح مكان انه اللغه جديده عليك او بلده اللغه جديده عليك، افضل شيء انك تحيط نفسك بناس يتكلموا بهذه اللغه، مو بناس يكونوا يعني من يتكلموا عربي زيك، عشان تقدر تتعلم اللغه. بعد كده التواصل المعزز والبديل يقلل من شده السلوكيات الصعبه وعدد مرات حدوثها، وهذا مثبت جدا في الابحاث، ويكون بديل فعال لأشياء مثل الضرب وأخذ الأشياء بالقوة وإنهم يناموا على الأرض أو يرموا الأشياء. أوكي، لماذا نتواصل؟ أول شيء أتوقع كل أحد حيقول للطلب، وطبعاً نتواصل عشان نطلب موية، نطلب ناكل، نطلب لعبة معينة، كلنا نتواصل عشان نطلب، وبرضه نتواصل عشان نطلب مساعدة، وعشان نطلب المزيد من شيء، إنه نبغى زيادة أكل، نبغى زيادة من أي شيء، وبرضو نتواصل عشان نعبر عن مشاعرنا، ونتواصل عشان للتحية وتوديع الآخرين، للرفض والاحتجاج والإنكار وللشكوى. لكن نتواصل أيضاً من أجل توجيه أفعال الآخرين، إبداء تعليق، توفير المعلومات، قول نكتة، التوضيح عند سوء الفهم، وأتوقع هذه مرة مهمة، وبدء المحادثة وإنهائها، وبرضو لاستخدام الكلمات العامية. طيب، لذلك نحتاج إلى أداة تواصل تسمح للشخص بإنتاج اللغة للتواصل بشكل عفوي وبطريقة مبتكرة وجديدة، ليستطيع التعبير عن أفكاره واحتياجاته ومشاعره في أي موقف، ولا يمكن القيام بذلك إذا كان الشخص يستخدم أداة تواصل تمكنه من الطلب فقط. يعني زي ما شفتوا وراء، كم يعني دقيقة، كم واحد فيه؟ واحد الطلب بس، واحد. بعدين عندنا غير الطلب 12 أسباب أو وظائف تواصلية نستخدمها إحنا كل يوم وطول الوقت، فضروري إنه أداة التواصل اللي نستخدمها مع الأشخاص أو مع الأطفال أو مع الطلاب تكون تسمح للشخص بإنه يتواصل لكل هذه الأغراض. طيب، في المركز إذا شفتوا عندنا لوحتنا أو تصميم لوحة التواصل اللي عندنا تقريبا بهذا الشكل. إيش بالضبط المحتوى؟ عندكم هنا المفردات الأساسية، وحتكلم عن كل واحدة فيهم. المفردات الأساسية هذه، فهذا الجزء غير متغير. وعندنا هنا المفردات الهامشية. المفردات الأساسية تشكل 80% من الكلمات المستخدمة يومياً. الهامشية تشكل 20% من الكلمات المستخدمة يومياً. الأساسية تستخدم بشكل متكرر، أما الهامشية تستخدم بشكل قليل. الأساسية تستخدم في سياقات متعددة، والمفردات الهامشية تستخدم في سياقات محدودة. الأساسية تنطبق على مواضيع متعددة، أما الهامشية تنطبق على مواضيع محدودة. وأمثلة على الأساسية زي أذهب، أنت، أنا، آكل، أبغى، لا، هذه كلها مفردات أساسية. مفردات هامشية زي مثلاً روبوت، فستق، أحفر، مهندس، يعني ما هي كلمات نستخدمها طول الوقت، يعني لازم يكون في موضع أو سياق محدود عشان نقول روبوت أو عشان نتكلم على مهندس أو عشان نستخدم الفعل أحفر، فما هي أساسية. اللي أبغى أرجع له وراء وجداً ضروري في برضو تصميم لوحة التواصل عندنا في المركز، إنها معتمدة على شيء اسمه موتر بلانينج. وهذا المثال دائما أعطيه للناس، إنه مثلا موتر بلانينج اللي هو اللي الحين أشرحه، إنه مثلا لما تمسك جوالك وبتحاول تدوري مثلا على المسجات، أنت عارفة بالضبط فين هذا الأيقونة المسجات، يعني حتى ممكن وانت مغمض عينك تفتح الجوال وتضغطي عليها. لكن مثلا لو اعطيتك انا جوالي وقلت لك الله يستك شوفي افتح المسج حقي وقولي لي ايش جاني مسج، لما تفتح الجوال حتضطري مره بشويش تدوري بين كل ايقونه وايقونه لما تلاقي المسجات عشان تفتحيها، حيتطلب منك وقت اطول وجهد اكبر عشان توصلي لنفس الايقونه. فلما تكوني بتستخدمي جوالك بتكوني بتستخدمي هذا الموتر بلانينج.
فتصميم اللوحة برضو يعتمد على هذا الشيء. عشان كذا المفردات الأساسية هنا ما يتغير، ثابت مكانه. حتى لو مثلا نبى نقلل المفردات ممكن نفرغها، يعني نشيل بعض الكلمات لكن الباقي يكون في مكانه، عشان الطفل يتعود انه خلاص كل مرة نستخدم انا يكون نفس التأشير على نفس المكان. واخر شيء بس في موضوع، في شيء ما قلتكم هذه جدا مهمة وما قلتها. اوكي، يتعلم الأشخاص استخدام التواصل المعزز والبديل بشكل أفضل عندما يستخدمه الآخرون للتحدث معهم، وهذا مرة شيء مهم اللي هي النمذجة. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عما قريب حنوفر زي إن ورقة عمل أو كذا ورقة بس إرشادات بسيطة تبين كيف ننمذج. بس أعطيكم أمثلة الآن. النمذجة تكون إنه نستخدم البورد للكلمات الأساسية، يعني مثلاً لو شخص قاعد مع الطفل وهو بيأكل والطفل بيأكل عادي، ممكن يمسك البورد ويأشر أنت تأكل، بعدين يأشر على الشيء اللي بيأكله من الكلمات الهامشية. برضو لو أنا كشخص قاعد أأكل والطفل جنبي، أنا ممكن أأشر على أنا أأكل، أنمذج على كل شيء، أروح أأكل، يعني الكلمات اللي موجودة. خليني أكبر الشاشة معلش. عندنا أروح أكل، حتى أنتظر جدا مهمة. هذه الصورة غير محدثة، إحنا برضو أضفنا هنا سطر زيادة، وكان فيه برضو ألبس وأمشي وأجلس. فهذه الكلمات الأساسية نقدر ننمذجها ونستخدمها في سياقات مرة كثير. كل ما ننمذج للطفل ولا للشخص أكثر استخدام اللوحة، كل ما حيتعلمها أكثر، زيها زي أي لغة. أوكي بس والمفردات الهامشية معليش، هنا نحط الأشياء اللي تخص الطفل أو الكلمات اللي تهم الطفل هو بس بحد ذاته، الأكلات المفضلة حقته، الأماكن المختلفة، الأشخاص مثلا أسماء أخوانه وأخواته. فهذه الشرايط اللي فوق تكون متغيرة ومتقلبة، ونحط فيها أشياء تخص الشخص أو الطفل بحد ذاته وما تكون معمم على الجميع، فالمعمم فقط الجزء السفلي. أوكي، أسئلة؟